بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هنا حبيباتي راح نطلع لكم فيديو صغيرة، واحدة تجربة يعني شفتها في اليوتيوب وحبيت أسيها. كانت عندي واحدة نبتة الألوفيرا قبل ما نرحل في داري تاع قبل، وكي كانت يعني تخيب، يعني كانت يعني مليحة وفي صحة جيدة. مي كي رحلت نشوف فيها اليامات هادو شوية ولا اللون تاعها مايل للبني وهكا، حوست على كش وصفة نديرها لها باش ترجع الخضورية تاعها كيما كان. شوفوا البنات، هنا عندي قرعة تاع ماء عادي، ندير فيها ملعقة كبيرة تاع خميرة الخبز. هنا نهز بالملعقة صغيرة على بها زيت، قلت لكم قرعة تاع ماء كبيرة تاع ليترة هكا ولا ليترة ونص، تحط لها ملعقة كبيرة تاع خميرة الخبز كيما راكم تشوفوا. ثم هذا نوع من السماد البنات، سماد طبيعي، وديروه لكامل النباتات حتى الأشجار الكبارة. هنا زدت لها ملعقه كبيره تاع عسل، هما قالوا العسل الاسود، مي انا ما عنديش العسل الاسود، سيتها بالعسل هذا العادي اللي نخدمو به الكاطو، ونخلطوها مليح مليح حتى ينسجموا هذوك المكونات ويذوبوا في الماء، ونخليوها هي من الاحسن تبدليلها كامله. مي لا ما كانش يعني ما كنتي مزروبه، تقدري تخليها من ساعه حتى لثلاث ساعات يعني حتى يتفاعلوا مليح هذوك المواد مع بعضهم. وبعد نجيبوها نحلوها. هنا برك البنات كي تحلوها يعني ما تحلوهاش ديريكت، يعني حلوها غير بشويه وخلوها تخرج هذوك لي غاز تاعها بشويه، على خاطر التفاعل تاع الخميره مع العسل يعمل يعني واحد الغازات هكا. فوالا هذه هي الالوفيرا تاعي البنات، يعني كانت خضره وكانت زاهيه، ومنها مي اليومين هذو الاخرين راني نشوف فيها شويه يعني ولات تتحول للون البني، وهذوك الاوراق تاعها ما بقاوش فراش كيما كانوا. على بها راني صبيت لها غير شويه بركي ما شفتوني. مي لازم كي تبقوا هذه التجربه البنات، يعني كي ديروا لها هذا السماد اللي خدمناه لازم تكون النبته تاعكم تكون شاربه. يعني انا شربتها البارح، كيما على بالكم الالوفيرا ما تشربش بزاف، انا شربتها البارح العشيه واليوم الصباح درت لها هذا السماد، يعني تكون التربه تاعها ديجا طريه. ولو عندي هذم تاني البنات كيما راكم تشوفوا فيهم هذم لي بلون تاعي، يعني الله يبارك راهم باهيين بزاف بزاف، والله ما على بالي واش اسمهم البنات، تلمو كان عندي ضيق بزاف قبل وما عنديش يعني حتى وين نحط نباتات يعني ونتهلا فيهم. مي درك الحمد لله هادو النباتات عندهم مام با واحد الفانجوغ ملي زرعتهم، هذا مزرعتهم ديجا هنا في الدار بعد زرعتهم، شي هي بعتهم شويه على خفاي وعسيمه هذه كل واحد باه ما يموتوليش، ودركا جبتهم حطيتهم في الطاقه. فوالا هاد موسي شاربين، لازم يكونوا شاربين ديجا نهار من قبل باش تعملوا لهم هذا السماد. هذه النبته برك البنات ما على باليش ملي زرعتها ما حبتش تكبر كيما النباتات الاخرين، بقات هيك صغيره، كانوا فيها ثلاث ورقات كبار، الورقه التروازيام نحيتها لها على خاطر نشوف فيها دبلت وما بقاتش مليحه باه ما تفزتش الاوراق الاخرين. وكاينه هذه وسيه دي راح لي اسمها نسيت اسمها برك، هذه يعني حتى هي روعه الله يبارك، يا ماركم تشوفوا فيها راهي زاهيه تهبل تهبل تهبل، يعني عاطين واحد المنظر رائع. هنا البنات راح خرجك معايا تشوفوا بتي 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 جردان اللي راهي تبان على الطاقه، عنديكم تشوفوا فيها شجيرات، يعني ما صورتهم لكمش كامل، مي صورت لكم نورمالمون زوز ولا ثلاثه هكا، مره خلاف ان شاء الله راح ندير لكم جوله وتشوفوا كامل الاشجار اللي راني غرستهم. فوالا هادوما كرم يعني كرمات هادو تاع الكرطوس الكحل، هادو ما درت لهم غير شويه شويه، هي نورمالمون هادو الشجيرات نديرو لهم على الاقل كل شجره نديرو لها يعني نص ليترا ولا حتى ليترا كي تكون شجره شويه كبيره. انا ما بقاليش بزاف، نسيت ما درتش حساب الشجيرات، يعني انا درت غير حساب هادوك لي بلانت صغار بركه. فوالا هذه شجره تاع هذه شغل جيازي هذيك اللي تنبت البنات، نسيت كيفاه اسمها، يعني ليسونسيال ماهيش شجره يعني غير تاع ديكور برك. فوالا هنا راح نديكم تشوفوا هذه كيفاه يقولوا لها باكورا، هذه باكورا هادو سي عندها مابا واحد شهر ونص هيك ملي غرسناهم، نورمالمون الشجيرات ما غرستهمش انا، مي عندهم واحد شهر ونص هيك ملي غرسناهم. هادي تامسون
هادي طامسون يعني، هادو مام هادو سقيتهم نورمالمون البارح برك، يعني نورمالمون نحط لها على الاقل نص ليتر ولا حتى ليتر كامله، مي انا ما كفاتنيش بس راح نعاود لهم نعاود لهم يعني نخدم السماد هذا ونسقيهم به، واذا عطانا اكيد راح نفيدكم يعني، واذا كان ما عنده حتى نتيجه اكيد راح نقولكم. ما تنساوش جيم وبارتاج لا فيديو وتعليق، نلقاكم في فيديو